أعلنت شرطة كوريا الجنوبية توقيف بريطاني تسلق سادس أطول مبنى في العالم في كوريا الجنوبية من دون إذن وبلا أي معدات أمان. وكان الشاب البريطاني الجنسية بحسب الشرطة قد بدأ في الصعود أو في صعود 123 طبقة من البرج، وبعد أن رصده موظفو البرج أجبر على التخلي عن مشروعه بعد وصوله إلى الطبقة 73، وتم تسليم الشاب البالغ من العمر 24 عاما إلى الشرطة لاستجوابه.